قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تدريب بسيط لكن مهم. طبعا التدريب يقع في الثلث بالثلث الهجومي أو الثلث الدفاعي مو بنصف الساحة. فنفترض هذا اللاعب الوسط هو رقم واحد والمقابل اثنين وهذا اللاعب اللي جنب الهدف ثلاثة. تمرين من التمارين المفضلة بالشوتينج، واحد يلعب الاثنين مناولة جدارية ويا اثنين، اثنين يهيئ الأمام منطق جزاء، واحد يصوب على المرمى في لحظة التصويب، اثنين ينطلق منطقة الجناح يعني جناح الهدف يلعب له اللاعب الثالث، وواحد بعد التصويب ايش يعمل؟ يتهيئ لمهاجمة الكرة الثانية اللي راح يلعبها اللاعب اثنين امام الهدف الثاني، فيصوب اللاعب واحد كرة هنا بعد مناولة جدارية ويصوب على هذا الهدف بعد كرة تتهيئ لمن اللاعب اثنين اللي تحرك للجناح والسلم من اللاعب الثالث يمين يسار يمين يسار. لابد من تغيير المراكز، أنبه لابد من تغيير المراكز، وتغيير المراكز ينفعنا في تدوير اللاعبين ونجعل من التمرين فعالية، كل لاعب ينفذ من المكان يعني أربع مرات يصير التكرار ممتاز بالنسبة للاعبين. أنا أسجل أحاول، صديق عندي من فلسطين من أعز أصدقائي قال دكتور لو كل الأفلام نسويه متحرك، قلت له لا ما قلت له راح أقول له، لأن أنا من لما أرسم هاي أترك المجال لطلاب الدورات التدريبية لطلاب التربية الرياضية أن يأخذون الطريقة اللي يرسمون بها التمرين، يتبعون الأسهم يتبعون الأرقام ويتبعون الأهداف، بينما من أضع هذا بالمتحرك ما راح يفهم الـ 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 الطالب الدورة أو المبتدئ أو صح المتحرك بسهولة. أنا أضع هذا بسهولة بالنسبة للمتحرك، لكن أسعى أني إلى الصورة والتسجيل الصوتي لأن هذا يتعلق بمشروعي اللي هو إنسيكلوبيديا، اللي هو موسوعة تدريبية إن شاء الله تتم خلال فترة لا أعرف، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فتحياتي لفلسطين، الشعب الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية، والله يسلم الأمة الإسلامية والعربية، يعني صمتها إلى مبرر. وكثير من الناس ما تدري الأمور الآن سيئة جدا حول العالم، وربما قنابل ذرية تكتيكية تستخدم في الأشهر القادمة، لأن أنا أتابع سياسيا أتابع كثير، أتابع مواضيع حاسمة سببها أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا. البشرية في خطر، هي ليست نكتة أبدا. نتوكل على الله ونقول صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. شكرا جزيلا.